بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، معكم مستر حامد البيومي. بنرحب بكم يا أولاد وبكل السادة مشاهدي ومحبي ومتابعي قنوات الإسكولة التعليمية في كل مكان. النهاردة معنا إيه؟ النهاردة بإذن الله معنا حلقة شاملة، حلقة لمراجعة ليلة الامتحان لمادة رياضيات الصف السادس. بنتمنى أنها تعجبكم إن شاء الله. الحلقة يا أولاد بتشتمل على مجموعة متنوعة من أسئلة الكتاب المدرسي المهمة، أسئلة الإكمال والاختيار من متعدد والأسئلة المقالية والرسوم الهندسية ووحدة الإحصاء والاحتمال، أسئلة كتير ومهمة واللي بتتكرر دايما في الامتحانات. عايزينكم تتابعوا الحلقة وبإذن الله تبقى مفيدة وطريق للنجاح. منهجنا بتاع سنة 6 في الرياضيات غطى معانا 4 وحدات، وحدة الأعداد الصحيحة، والوحدة الثانية وحدة المعادلات والمتبينات، الوحدة الثالثة وحدة الهندسة واللي درسنا فيها التحويلات الهندسية والانتقال واللي موجود عليها أسئلة في حلقتنا النهاردة، وكمان وحدة الإحصاء وتمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية، وكمان أسئلة الاحتمال. عايزينكم تتابعوا الحلقة متابعة جيدة. وفي البداية قبل ما انسى أحب أنوه عليك بإن إحنا معانا مجموعة مهمة جدا من الحلقات عايزك تتابعها بالتوازي مع حلقة النهاردة. حلقة عن مين؟ حلقة خاصة عن جميع المفاهيم والمصطلحات والقوانين والتعريف في منهج الرياضيات بالكامل، وده الرابط بتاعها هيظهر جنب على الشاشة عشان تتفرج عليه بعد نهاية الحلقة. ومعانا كمان حلقة سابقة لمراجعة ليلة الامتحان فيها تمارين عامة شاملة ما شاء الله عليها، حلقة طويلة جدا وجميلة. ومعانا كمان النماذج بتاعة الكتاب المدرسي أول وتاني وتالت، وده الرابط بتاعها. ومش ناسين كمان أبناؤنا في الخارج واللي حللنا لهم مجموعة كبيرة من الاختبارات في الأعوام السابقة. يلا على طول ما نضيعش وقت ونشوف الحلقة الجديدة لمراجعة ليلة الامتحان. ضع كلمة صواب أو خطأ. أول سؤال بيقول لي الصفر هو أصغر عدد في الأعداد الإيه؟ الموجبة. الإجابة إيه؟ طبعا خطأ. الصفر ليس موجبا وليس سالبا، وادي السبب مذكور قدامنا. نمرة ب، صاد الأم أحب أقول عليها كده عبارة عن صاد الموجبة اتحاد صاد السالبة فقط. نقول له ايه يا ولادي؟ الإجابة طبعا هنا ايه؟ الإجابة خطأ. ليه خطأ؟ لأنها بتتكون من 3 أولاد، صاد الموجبة وصاد السالبة وكمان مجموعة الصفر. فين التصويب؟ ادي التصويب قدامنا بالتلات مجموعات. السؤال اللي بعده، صاد الموجبة هي مجموعة أعداد العد. يلا نقول مع بعض الإجابة صحيحة. ليه صحيحة؟ لأن صاد الموجبة أو عين الاتنين بيبدأوا 1 2 3 4 إلى ما لا نهاية، آدي الفكة بتاعتها وآدي التسوية ليها. صاد الأم عبارة عن ط اتحاد صاد السالبة. الإجابة صحيحة. ليه صحيحة؟ لأن الطاء لو اتفكت تشتمل على جزئين، صاد الموجبة وكمان مجموعة الصفر، وادي كمان صاد السالبة وادي السبب بتاعها قدامنا. نمرة ه، صاد الموجبة تقاطع صاد السالبة بيساوي مجموعة الصفر، يعني الصفر عنصر مشترك. الإجابة طبعا خطأ. ليه خطأ؟ دي أعداد موجبة ودي أعداد سالبة، مفيش تقاطع. التقاطع بينهم بإيه؟ بفاي، ودي من الشرائح المهمة جدا واللي حبينا نجيبها في بداية الحلقة. السؤال الثاني، اوجد قيمة ألف لتكون العبارة صحيحة. المسألة الأولى، -5 تمتلئ الدولة، يعني إيه تمتلئ؟ يعني موجودة جواهم. ندور، مش دي ولا دي ولا دي، أقول له خلاص يبقى الألف اللي بتدور عليها هي اللي قيمتها -5. يجي ولد يقول لي مستر حامد حضرتك ما حطيتهاش في قوس مجموعة ليه؟ أقول له يا ولد دي علامة تمتلئ، يبقى الألف اللي كمان جوه قوس المجموعة هنا بتمثل مين؟ بتمثل عنصر، يبقى اللي حطها جوه قوس مجموعة إجابته خاطئة. نيجي النمرة ب، ألف تنتمي يعني عنصر وموجود جوه دول؟ لا، جوه دول تقاطع دول، يبقى علينا ان احنا نبحث للألف عن العناصر المشتركة. من المشترك؟ الخمسة هنا وهنا والسالب 3 هنا وهنا، اقول له خلاص يبقى الألف يا اما 5 يا اما او سالب 3، يعني تشتمل على اجابتين وتنفع في الاتنين. ال
اللي بعده المجموعة 2 وألف اتحدها مع دول طلعت كل الإجابات دي حذر فذر تعرف تجيب لي الألف بكام؟ أقول له استنى ما نراجع. الاتنين اللي هنا ظهرت في الإجابة، السالب 4 ظهرت في الإجابة، الأربعة ظهرت في الإجابة، الصفر ظهر في الإجابة، مين اللي ما ظهرش؟ السالب 2. يبقى الألف قيمتها بسالب 2. سؤال جميل. اللي بعدها ألف تمتني لمجموعة الطا فرق صاد الموجبة، يبقى ألف قيمتها كام؟ أقول له الفرق معناه الموجود في الأولى مش موجود في الثانية، اللي عند الطا مش عند صاد الموجبة، أقول له الصفر. طب نكتبها جوه قوس مجموعة، أقول له دي علامة تمتني. ألف هنا بيمثل مين؟ بيمثل عنصر، يبقى لا يصح كتابته جوه قوس مجموعة. أكمل وأسئلته الجميلة. صاد الأم طا اتحاد مين؟ أقول له صاد السالبة. صاد الأم اتحاد الطا في الاتحاد ناخد الكبير يبقى الصاد. صاد الأم قص منها الطا يتبقى مين؟ يتبقى صاد السالبة. صاد الموجبة تقاطع صاد الأم، صاد الأم ثلاث أولاد من ضمنهم صاد الموجبة، في التقاطع ناخد الصغير القليل يبقى صاد الموجبة. صاد السالبة اتحاد صاد الأم، أقول له في الاتحاد ناخد الكبير صاد الأم. صاد الموجبة تقاطع صاد السالبة، دي كل عناصرها موجب، دي كل عناصرها سالب، يبقى الإجابة فاي. اللي بعده صاد الأم عبارة عن ثلاث أولاد، مين هما؟ صاد الموجبة وهنا صاد السالبة وهنا مجموعة الصفر، وده من الأسئلة المهمة جدا واللي دايما أقول لك خلي بالك منها. السؤال اللي بعده أكمل بوضع الرمز المناسب. سالب 8 إيه علاقتها بصاد الأم؟ موجودة عشان عندها الموجب والسالب والصفر، نحط علامة تمتني لأن السالب 8 هنا عنصر. 4.5 موجودة؟ لا ده فيها كسر 10، يبقى الإجابة لا تمتني. 13 على 5 لا تقبل. بسط ومقام يبقى لا تمتني لأنها عنصر. طا ده دي مجموعة يبقى يا جزئية يا غير جزئية. طب موجودة في صاد الأم؟ أيوة موجودة يبقى جزئية. صاد الموجبة إيه علاقتها بطا؟ الطا معاها جزئين الموجب والصفر، يبقى موجودة تاخد جزئية لأنها مجموعة. المجموعة 15 مع صاد السالبة بما إنها قوس مجموعة يبقى جزئية أو غير جزئية، بس ده موجب وده سالب يبقى الإجابة غير جزئية. خلي بالك الصفر بالنسبة للموجب أقول له ولا موجب ولا سالب، ده محايد، بدل محايد مش موجود لا في الموجب ولا في السالب، يبقى علامة لا تمتني. دي إجابتها كام الأول؟ 65. طب علاقتها إيه بصاد السالبة؟ مش موجودة يبقى لا تمتني لأنها عنصر، ودي برضو من الشرائح المهمة جدا والخفيفة واللي بيحبوها الولاد. السؤال اللي بعده ضع الرمز المناسب من الأربع رموز. نعمل إيه في نمرة ألف؟ نجاوب الأول. علاج القيمة المطلقة دي 9 ونرجع نجمع مع الثلاثة يبقى 12، اللي 12 موجبة وجميلة موجودة في الصاد. طب المجموعة 9 موجودة في صاد الأم؟ أيوة يبقى علامة جزئية عشان يقص مجموعة. طب التلات تخماس؟ لا 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 مش موجودة وعنصر لا تنتمي. طب دي علاجها ايه؟ نسيب 9 وتحت 14 اجمع بسط ومقام يبقى علامة لا تنتمي لان عنصر ومعوش قوس مجموعة. نعالج دي 6-6 صفر، على 8 تطلع الاجابة صفر، الصفر عنصر يبقى ياخد تمتمي. ديا السالب 3 موجود في صاد، 7-11 مش موجودة لا كل موجود لا بلاش، يبقى غير جزئية بسبب قوس المجموعة. غواصة على عمق 90 متر يعني مكانها كام دلوقتي؟ سالب 90. ما شاء الله ارتفعت 60 متر فوق. احسب العمق الجديد للغواصة. هنقول ايه العنوان؟ العمق الجديد لمين؟ للغواصة. نعمل ايه؟ هي اول ما نزلت نزلت تحت سطح البحر 90، يبقى موقعها سالب 90. طب ولما علت يبقى موجب 60. طب نجيب الإجابة ازاي؟ شرط الكبير السالب والفرق 30، يبقى الإجابة سالب 30. طب لو حد عايز ترجمتها معناها ايه؟ نقول له معناها
30 متر تحت سطح البحر. ده معنى مين؟ السالب 30. المسألة اللي بعدها: سجل ميزان الحرارة الترمومتر في سانت كاترين الساعة 3 فجرا سالب 3 درجة مئوية. في فترة الظهيرة ارتفعت وصلت 11. احسب الزيادة في درجات الحرارة، يبقى العنوان هيبقى اسمه ايه؟ الزيادة. نجيبها ازاي؟ نطرح الأحدث ناقص الأقدم. مين الكبير؟ الحداشر. ننقص منها سالب 3، الناقص دي بتاعت الطرح والسالب 3 هي، ونفصل منهم بقوسين لمنع تداخل الإشارات. آدي الحداشر سالب في سالب بموجب، وادي الثلاثة 11 زائد 3 14 درجة مئوية. دليل الزيادة في درجات الحرارة. السؤال اللي بعده: اوجد قيمة سين. مين اللي مضايق السين؟ الخمسة. نعمل ايه؟ نقسم هنا على الخمسة وهنا على الخمسة. امشي امشي، اتبقى السين 45 على 5 فيها 9. نيجي النمرة ب، مين اللي مضايق السين؟ السالب 3. نقسم على السالب 3 شمال ويمين. امشي امشي، اتبقى السين ب على ب سالب 9. مين اللي مضايق السين؟ التمانية. شرطة واقسم على التمانية، شرطة واقسم على التمانية. امشي يا تمانية مع التمانية، اتبقى السين ده على ده فيها 6، وادي الإشارة السالبة. مين اللي مضايق السين؟ التسعة. هنا على 9 وهنا على 9. امشي امشي، اتبقى السين ده على ده سالب 5. هنا مسألة عقلية، مسألة بتتجاب بمجرد النظر للي عنده نظر. مين المتشابه في طرفي المعادلة؟ هنا 5 وهنا 5. سالب 13 شمال ويمين، يبقى مين اللي اتبقى للسين؟ السالب 9. اعتمدت على الملاحظة والنظر. السؤال اللي بعده: اوجد ناتج ما يلي بطريقتين. تعال نشوف الطريقة مين. الأولى طريقة الفك. مين اللي بره القوسين؟ سالب 4. نسيبها زي ما هي، وادي علامة الفي، ونخرج من القوسين دول بإجابة: كسب 4 خسر 1، يبقى الفرق 3. نضرب دول، ادي السالب و3 في 4 ب 12. دي طريقة الفك، افك القوسين وارجع اضرب. نيجي للطريقة التانية، طريقة مين؟ التوزيع. ناخد السالب 4 نضربها مرة في الـ4 ونحط الزائد اللي في النص، ونرجع للسالب 4 ونضربها مرة في السالب 1 ونفصل. ادي طبق وادي طبق. الطبق الاولاني اجابته سالب 16، والطبق الثاني اجابته 4 بالموجب. اخلص الاثنين يطلع سالب 12، ولازم الاجابة دي تبقى شبه دي. هنا الفك هنا التوزيع. واحدة تانية، هنيجي للطريقة الاولى، طريقة الفك. نخرج من دول باجابة: كسب 5 خسر 3، الفرق 2 بالموجب. نرجع نضربها في سالب 11، ادي السالب، و2 في 11 ب 22. نيجي للطريقة التانية، طريقة التوزيع. مين اللي واقف بره القوسين؟ سالب 11. سالب 11 في 5 ونحط الزائد، سالب 11 في سالب 3 لمنع التداخل. طبق لدول وطبق لدول، إجابة لدول وإجابة لدول. دي سالب 55 وديا تطلع 33 بالموجب. هات الفرق بينهم يطلع سالب 22، ولازم الإجابة بتاعت الأولى تبقى زي الإجابة بتاعت التانية، طريقة الفك وطريقة التوزيع. سؤال الضرب المتكرر، نشد شرطة كسر. هنا 2 وهنا 2 نسيب لي 2، اجمع الأسس 11. هنا 2 اجمع الأسس 4. هنا 2 نسيبها، و11 ناقص 4 7. وعايزك انت تطلع الإجابة وتقول لنا 2 أس 7 طلعت كام على الآلة؟ 2 إكس 7. حل وورينا يا حبيبي. اللي بعدها، مسألة دي طيبة ولا شريرة؟ طيبة. ليه؟ كل الأساسات متحدة سالب 3، اوعى تخاف منها. ادي السالب 3، في الضرب نجمع الاسس 7، سالب 3 وادي الخمسة. ولما اجي احل اسيب السالب 3 بالطبق بتاعها، ده ناقص ده في القسمه 2، اعملها على الاله هتطلع الاجابه 9 بسهوله. المساله اللي بعدها محتاجه علاج. ليه يا مستر؟ سالب 8 موجب 8 سالب 8.
طب تيجي نعمل ايه؟ ننظف المسألة بالشكل اللي تحبه. مين اللي مضايقك؟ دي ودي كان نفسي يبقوا 8، طب يلا نخليهم 8. ادي 8 اس 3 وادي 8 اس 4 ونظف دي 8 اس 7. يا مستر ده انت كده ضيعت السوالب. اقول له خليك معايا للاخر، انا كده عينهم في جيوبي. نعمل ايه؟ ادي 8 اجمع الاسس 7 وادي 8 7، نسيب ال 8 وده ناقص ده 0. اي حاجه اس 0 بواحد. يا مستر وفين السوالب؟ تعالى بقى نتفاهم، السالب ده الاس بتاعه فردي، يبقى معانا واحده سالبه في ايدنا اليمين. السالب ده فردي، يبقى معانا واحده في ايدنا الشمال. سالبه فوق معانا وسالبه تحت معانا، سالب على سالب بموجب طفشوا بعض، يبقى الاجابه واحد. وخلصت المساله من غير ما تتعب نفسك ولا اعصابك. المساله دي طيبه ولا شريره؟ طبعا شريره. ليه يا مستر حامد؟ هنا 9 وهنا سالب 9، هنا 9 وهنا سالب 9. يا خساره، كان نفسي يبقوا كله 9. اقول له ولا يهمك، اعمل اللي نفسك فيه، هدفنا راحتك. نضف دي وخليها 9 اس 3. ازاي يا مستر؟ بس خليك معايا للاخر ونتفاهم في الاشارات زي ما علمتك. المستر خلى المساله كلها بالموجب وفي الاخر نتفاهم، لما نوصل يحلها ربنا. ادي 9 نجمع الاسس يبقى 9، ادي 9 الاساس اجمع الاسس يبقى 7، ادي 9 اطرح الاسس يبقى 2، 9 اس 2 ب 81. يلا نتفاهم، السالب دي الاس بتاعها فردي، يبقى معانا واحده في ايدنا اليمين. السالب دي في 5 فردي، معانا واحده في ايدنا الشمال. سالب في سالب بموجب، سالب على سالب بموجب، يبقى جابتنا سليمه. وخلصت المساله، سؤال الضرب المتكرر الهام جدا واللي عليه درجه كبيره في الامتحان. الأنماط العددية، الستة بقت 14، اللي حصل زاد 8، وال 14 بقت 22 زائد 8، وهكذا. اتأكد ورايا، كله زائد 8، أزود على دي 8 يبقى 46، أزود 8 54، أزود 8 62. خلصت المسألة ونمط ثابت، نص ربع ثم 1/16. اللي بيحصل البسط ثابت زي ما هو، شد شرطة وسيب الواحد. طب ايه اللي حصل تحت؟ اتضربت في 2، اتضربت في 2، اتضعفت في 2. اضرب دي في 2 ب 32، في 2 ب 64، 128. اللي بعدها الاثنين بقت 3 زادت 1، الثلاثة بقت 5 زادت 2، الخمسة بقت 8 زادت 3، بقت 12 زادت 4، يبقى الفرق هو اللي بيزيد 1. اقوم انا زود 5 17، زود 6 23، زود 7 30. سؤال جميل، الواحد بقى 4، بقت 9، بقت 16، لها طريقتين. وانا بيقول زادت 3، زادت 5، زادت 7، زادت 9، ده بيزود الاعداد الفرديه 11 13، اوكي 10/10. ولكن الحل الثاني انا بحبه جدا، الواحد ده جاي منين؟ 1 في 1 ب1، والاربعه 2 في 2، والتسعة 3 في 3، ودي 4 في 4، 5 في 5. خلاص يا مستر فهمت، 6 في 6 36، 7 في 7 ب49، 8 في 8 ب64. اسمها ايه؟ حاصل ضرب رقم متشابهين بالترتيب. نمط تاني يا ولاد، الأربعة بقت 7 زادت 3، ال13 بقت 16 زادت 3، أزود 3 تبقى 10، ودي 19، ودي 22. هنا دي مش هعرفها، لكن دي تغششني، زادت 4، ومن دي لدي زادت 4، أزود 4 وأقلب 27، زود 4 31، ارجع لورا نقص 4 11، أو زود على 7 11 لو زودت 4. اللي يعجبك امشي بيه، المهم تكون الإجابة صحيحة. 5/10 نص جنيه، بقت جنيه. 2 2.5، مين اللي مجاش؟ الجنيه ونص. 2 2.5، وتعالى بص هنا 3 وهنا 3.5.
128 بقت 64. صعب عليا يا مستر حامد. طب تعال نغش من دول. ال 16 بقت 8. ايوه ده جاب نصها، يبقى قسم على الاثنين. نص ال 8 4، نص ال 4 2، نص ال 64 32. امشي شمال اقسم على الاثنين، امشي يمين اضرب في 2. ايه اللي حصل؟ نقص ال 3، نقص ال 3 انقص 3 يبقى 6، نقص 3 يبقى 3، اعكس يبقى زود 3 يبقى 18. من الأسئلة المهمة الجميلة. السؤال اللي بعده على الخواص، ادي التلات أعداد اللي معانا، عمو كتب دي والكتب دي، مين اللي مجاش؟ برافو عليك، سالب 116، بس ده مش مكانها، بغير. أقول له شكرا أنت جاوبتني. خاصية الإبدال. طب اللي بعدها، ده هو ده في دوره، ده هو ده في دوره، ننزل دي في دورها. الله، ده كده ما بدلش بس عمل طبق، ما دام طبق يبقى خاصيه الدمج. اللي بعده، دي نزلت في دورها. الله، طب ما ده هو ده بس مكسب وخساره، يبقى اجابتهم صفر لانهم عكس بعض. ما دام عكس بعض يبقى المعكوس الجمعي. طب جمع الاثنين وبقت 190، اقول له الجمع مع صفر يبقى اسمها المحايد الجمعي، وبدل الاجابه طبيعيه يبقى خاصيه الانغلاق. مساله من المسائل الجميله البسيطه. اللي بعده سؤال اكمل، اصغر عدد صحيح في الموجب هو مين؟ اصغر عدد صحيح في الموجب هو الواحد. طب الفتوة بتاع الاعداد السالبة، سالب واحد لانه ما خسرش الا جنيه. اللي بعده، مجموعة الاعداد الصحيحة غير الموجبة، غير الموجبة يبقى مين؟ يبقى السالبة. طب يا ترى السالبة بس؟ لا، السالبة وكمان الصفر، يبقى نقول ايه؟ صاد السالبة اتحاد مجموعة الصفر. تاني، غير الموجبة يبقى يقصد السالبة. طب غير الموجبة السالبة بس؟ لا، وكمان الصفر لأنه ليس موجبا وليس سالبا. طب دي مجموعة الأعداد الصحيحة غير السالبة. يعني إيه غير السالبة؟ يعني السالبة بلاش. يبقى مين الإجابة؟ صاد الموجبة وكمان مجموعة الصفر. الله، طب ما دول معروفين. أيوة، برافو عليك، اللي هم الطا، برافو. اللي بعده، مين ليس موجبا وليس سالبا؟ اقول له الصفر، العنصر المحايد الجمعي. واللي جاي لنا في السؤال اللي بعده، مين هو؟ الصفر. طب مين الضربي؟ اقول له الواحد. ليه؟ الصفر لا يؤثر في الجمع، الضربي واحد لانه لا يؤثر في عملية الضرب. سؤال الخواص الجميل، نعمل ايه؟ ادي سالب 74 من سابقتها اهي بس بعيد عنها، ودي سابقتها اهي بس بعيد عنها. نسيب الاولاني، شوف الطريقة، ونسيب الاخراني زي ما هو، ونجي للاتنين اللي في النص ونبدل اماكنهم. هنا موجب 74 وهنا موجب 65. خاصية ايه دي؟ الابدال. طب والسطر اللي بعده، نعمل كوبي للمسألة، ننقلها زي ما هي. طب وبعدين؟ وبعدين نعمل طبق على كل اتنين اخوات، دي اصدقاء واخوات وتوأم، واحدة مكسب وواحدة خسارة، يبقى دي خاصية الدمج. طب ما دي عكس دي يبقى اجابتهم صفر، ودي عكس دي يبقى اجابتهم صفر، يبقى راحوا مع بعض ليه؟ خاصية المعكوس الجمعي. طب اجمع الاجابة، صفر، يبقى دي خاصية المحايد الجمعي وكمان الانغلاق لانهم كلهم اعداد طبيعية واعداد صحيحة. اللي بعدها، لاحظت ايه؟ هنا ضربايا وهنا ضربايا، من المقرر ال 63 نكتبها مرة واحدة ونعمل فيه ونفتح طبق للبواقي. لما سحبت دي يتبقى 85، ودي الزائد لما سحبت دي يتبقى 15. دي خاصية مين؟ بخاصية التوزيع بس معمولة بالايه؟ بالمقلوب. اضرب دي في دي رجعت اهي، اضرب دي في دي رجعت اهي. طب واللي بعدها، نسيب ال 63 ونسيب الفيه، اجمع دول نيايا، عايز الإجابة النهائية، صفرين 63. خلصت المسألة باستخدام خاصية التوزيع المقلوب السهلة. السؤال اللي بعده بيقول لي، اوجد مجموعة حل المعادلة، ايه طريقتنا؟ نبروز أسرة سين، يبقى العنوان 4 سين. صاحب المكان اللي بعد اليساوي يكتب أولا،
الزائد تبقى ناقص 17 ناقص 1 16 خلصت لسه من اللي مضايق السين الا 4 على 4 على 4 امشي امشي اتبقى السين ده على ده فيها ال 4. طب المساله عايزنا فين؟ في ط. ال 4 موجوده في ط يا مستر، بدل موجوده يبقى ناجحه، يبقى مجموعه الحل المجموعه 4 لانها ال 4 عنصر تمتلئ ط، والمجموعه 4 كمجموعه جزئيه من ط. اللي بعدها نبروز أسرة س، يبقى العنوان 6 س، صاحب المكان اللي بعد اللي يساوي الزائد تبقى ناقص 7، دي ناقص دي تطلع 18. خلصت ولا لسه؟ لسه في ضيوف مع السين على 6 على 6. طب والأغنية؟ امشي امشي اتبقى السين ده على ده فيها التلاتة، يبقى قيمة س بتلاتة. تعالوا نختبرها، موجودة في ط؟ أيوة موجودة، تمتلئ ط، يبقى على طول مجموعة الحل بدل نجحت المجموعة كام؟ تلاتة. مهم جدا سؤال المعادلات. السؤال اللي بعده، انجد مجموعة حل المعادلات بس فين؟ في ص. يلا مع بعض بنفس طريقتنا نبروز أسرة س، صاحب المكان 40، الناقص 12 تبقى زائد 12، اجمع يبقى 52، ال 52 موجبة يبقى آمنة وجميلة، ليه؟ تمتلئ ص، يبقى على طول مجموعة الحل ناجحة. مين اللي نجحها؟ ال 52. اللي بعدها نبروز أسرة س، يبقى العنوان 4 س، صاحب المكان 19 ناقص 1 تبقى زائد 1، اجمع يبقى 20. خلصت لسه من اللي مضايقنا الا 4 على 4 على 4، امشي امشي اتبقى السين ده على ده فيها الخمسة. طب الخمسة تنتمي لصاد لانها موجبة، يبقى مجموعة الحل بيساوي المجموعة 5. طب لو كانت مثل سالب كنا قلنا مجموعة الحل يساوي فاي. اللي بعدها، عبر رمزيا الجملة مكتوبة باللغة العربية وانا عايزها بالرموز، سين اصغر من، ادي اصغر من، او تساوي، يبقى نعمل اللي يساوي الاثنين. خلصت المسألة، عبرنا عنها بدل اللفظي رمزي. يلا يا رمزي، سين اصغر من 5 واكبر من الاثنين، هنا لها جنبين، اصغر من حاجة واكبر من حاجة، يبقى مكان السين في النص، ونعمل يا ولاد علامتين فاتحين بقهم شمال عشان تتقرا سين اكبر من كذا واصغر من كذا. بدل اكبر من كذا يبقى هنا بجيب الصغير وهنا بجيب الكبير، مين الصغير في دول؟ الاثنين، مين الكبير؟ الخمسة. يلا نقراها، سين اكبر من الاثنين واصغر من الخمسة. السؤال اللي بعده، جايب لي رسمة وعايز يعرف الإحداثيات، رسمة معين، ألف إحداثي كام؟ نروح للألف ونعلم عليه، انزل 3، احود 5، يبقى الإحداثي كام وكام؟ 3 و5. طب فين الب؟ أهي، انزل قابلت الصفر، اطلع قابلت الواحد، يبقى الب كام؟ 0 و1. لاحظت إني بروح للسين الأول، نيجي للجيم، ادي الجيم، انزل سالب 3 احود 5، يبقى سالب 3 سيني والخمسة صابي. نيجي للدال، اقف عندها وعلم عليها، انزل قابلت الصفر، اطلع 9. طب ليه ما حودتش؟ لانها على محور الصادات. طب بيقول لي هات لي طول الف جيم من غير قياس، فين الف جيم؟ ادي الف وادي جيم. يلا نعد الوحدات، 1 2 3 4 5 6، يبقى ألف جيم طلع ايه؟ 6 وحدة او 6 سنتي. طب طول بيه دال، يلا نعد من البيه للدال، ها من دي كأنها صفر بالنسبة لي، 1 2 3 4 5 6 7 8. طب لها طريقة تانية؟ ده عند نقطة 1 وده عند نقطة 9، اطرح 9 ناقص 1 يطلع 8، احداث النهاية ناقص احداث البداية، ده قطر وده قطر. طب عمو عايز مين؟ مساحة سطح المعين من سنة 5 نص في طول القطر الاول في طول القطر الثاني. قانون ايه؟ يلا نراجعه، نص في طول القطر الاول في طول القطر الثاني، نص في 6 في 8 من غير آلة، نص الستة 3، 3 في 8 ب 24، وعشان مساحة سنتيمتر مربع. مسألة من المسائل المهمة جدا اللي بتيجي في الامتحانات.
الشكل اللي بعده جايب لي رسمه مستطيل ومحدد لي الحمد لله الاربع احداثيات للنقاط الاصليه، وعم بيسالني عن الصوره، اقول له دي اسهل من اللي فاتت. اللي فاتت انا اللي كتبت ودورت على الاربع نقط الاصليه، هنا رسمه مين؟ رسمه مستطيل. اصلي ولا صوره؟ اصلي. الف ب ج د. طب عشان نعمل له زقه ونعمل له انتقال لازم نجهز مين؟ نجهز الصور. قوس كبير يساوي قوس صغير للالف شرطه، وكذلك للب شرطه، وكذلك للجيم شرطه، وكذلك للدال شرطه. عشان المستطيل شكل رباعي، وادي الفصل اللي بنحطها عشان ما نخطئش، شمال ويمين للاصل وللصوره للمسوده وللنتيجه. لما اجي اجيب الف شرطه يبقى تركيزي على الالف، اربعه قصادها ثلاثه يبقى اربعه زائد ثلاثه، وواحد معاه ثلاثه، ونسيب الاجابات في الاخر. الب شرطه أربعة مع مين؟ أربعة زائد تلاتة، والتانية تلاتة زائد تلاتة. طب الجيم شرطة، نركز على الجيم، واحد زائد تلاتة وتلاتة زائد تلاتة. طب الدال شرطة، واحد زائد تلاتة وواحد زائد تلاتة. يلا نجيب الإجابات للمسودات، هنا هتبقى سبعة ومعاها أربعة، هنا هتبقى سبعة ومعاها ستة، هنا هتبقى أربعة ومعاها ستة، هنا هتبقى أربعة وأربعة. كده بقى معايا مين؟ الاربع نقاط المزيفة، الاربع نقاط الصورة. يلا نمثلهم. سبعة واربعة نعمل ايه؟ نطلع الاول الترقيم، ما كانش جاهز نجهزه. هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، وهنا هترقم هنا بالسالب سالب واحد. طب وانت طالع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، وانت نازل هنا سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة سالب اربعة. الاولى سبعة واربعة، دي طبعا نقطة الاصل واو، سبعة سيني، واطلع للاربعة صابي، حط النقطة، تمام. يبقى دي النقطة المزيفة الاولى الف شرطة. سبعة وستة، سبعة سيني، واطلع لستة صابي، يبقى دي نقطة ب شرطة المزيفة التانية. اربعة سيني، واطلع للستة صابي، يبقى دي نقطة مين؟ جيم شرطة النقطة التالتة. أربعة سيني وأربعة صادي، يبقى دي النقطة الرابعة بالشرطة. حددت الأربع نقاط، نجيب المسطرة والقلم الرصاص ونوصل بين الأربعة. طلعت رسمة إيه؟ رسمة مستطيل، يا دوبك تم إزاحته بمقدار معين، س زائد 3 وص زائد 3 بميل معين في اتجاه معين، هنا الأصل وهنا الصورة والاتنين متساويين في المساحة. يبقى كده انتهت المسألة، يا رب تكون سهلة. سؤال اللي بعده يا شطار، بيقول لي دايرة طول نص قطرها 7 سنتي، تبقى مسألة طيبة طالما الدايرة نصف القطر، احسب مساحتها. طب والطول بكام؟ ب 22 على 7. طب عايزين مين؟ مساحة الدايرة. أقول له سهلة، هنكتب العنوان، مساحة الدايرة بتساوي إيه هي؟ ط نق تربيع، ط في نق في نق. أنا بكتب القانون العادي وبكتب الفكة لسهولة الحل. طب الطه بكام؟ 22 على 7، والنق 7 وزميله 7. طلع الناتج 154، وعشان مساحة سنتيمتر مربع. خلصت المسألة الأولى، نيجي للمسألة مين؟ التانية. بيسأل على دايرة بس أعطيني طول قطرها، أقول له لا دي شريرة شوية، لازم أجيب مين؟ نصف القطر. ناخد الكام؟ ال 42 نقسمها على 2، تطلع الإجابة 21 سنتي. جبنا مين؟ نصف القطر. جبنا نصف القطر بقت مباشرة. طب الراجل عايز مساحة الدائرة، نكتب القانونين، ط نق تربيع اللي انا بفكه، ط في نق في نق. طب النق هنا موجود ب21، طب والط قال لي ب22 على 7، ننفذ التعليمات، وهنا 21 والنق الثاني هو 21، نضرب الاجابتين في بعض ونطلع الاجابه، هتطلع 1386، وعشان مساحه سنتيمتر مربع. الاولى طيبه ادالنا نصف القطر، الثانيه شريره شويه ادالنا القطر.
اللي بعدها دائرة محيطها 44 سنتي، احسب مساحة سطحها. اقول له ده دي اشر من الاولى، لازم اجيب مين؟ نصف القطر. طب نصف القطر له قانون من المحيط؟ نصف القطر بيساوي المحيط على 8 طا، المحيط 44 وادي ال 2 في طا، يعني في قيمتها. ارسمها على الآلة هيطلع لي الإجابة كام يا شطار؟ 7 سنتي. كده المسألة بقت مباشرة، يقدر بقى حمادة يكتب مين؟ يكتب القانون ويحط رجل على رجل. مساحة الدايرة بتساوي ط نق ك تربيع، ها ط في نق في نق، ويعوض تعويض مباشر الط 22 على 7، النق طلعت 7، نكررها مرتين 154 سنتيمتر مربع. قانون وحل ونتيجة وتمييز، مسألة مهمة يا ولاد. اللي بعده على المكعب، مكعب طول حرفه 3 سنتي، والمغايز الجانبية والكلية. اقول له مسألة سهلة ومباشرة، ليه مباشرة؟ عشان عنده طول الحرف. المساحة الجانبية قانونها ايه؟ طول الحرف في نفسه في 4، ويساوي تحت اليساوي. لازم نحل بدقة ومهارة، الحرف ب3 يبقى 3 في 3 في 4، يعني 9 في 4 36 سنتيمتر مربع. مفيش حد احسن من حد. زي ما جبنا المساحة الجانبية هنجيب المساحة الكلية. طب قانونها طول الحرف في نفسه في 6، طب الحرف بكام؟ ب3، يبقى الإجابة 3 في 3 في 6، 9 في 6 ب 54 سنتيمتر مربع. عشان مساحة، ادي الكلية وادي الجانبية في مسألة مباشرة للمكعب. اللي بعده على مين؟ متوازي المستطيلات. لازم كام شرط؟ 3. الدين الطول بكام؟ والدين العرض بكام؟ والارتفاع بكام؟ وانا اجيب لك المساحة سواء كانت جانبية او كلية. طب مين اول خطوة هنجيبها؟ المساحة الجانبية. المستر دايما يحب يحل المسألة دي على طول، يشوط في الجون ضربة جزاء مباشرة. محيط القاعدة في الارتفاع. يا مستر بس محيط القاعدة مش موجود. يا ولد القانون ده كأنه قانون زينة، احنا بنحل بالفكة بتاعه. طب مين الفكة بتاعه؟ الطول زائد العرض الكلي في 2 في الارتفاع. ودايما اقول للولاد المساحة الجانبية قانون مجمد وقانون فكة. قلد القانون، هنا 10 والعرض 8، اقفل واضرب في 2 وبعدين في 5. 10 زائد 8 18، 18 في 2 ب 36، 36 في 5 ب 180 سنتيمتر مربع. خلصت الجانبية. ينفع اجيب بعدها الكلية؟ لا، السقف والارض. طب اسمهم ايه؟ مجموع مساحتي القاعدتين. طب قانونها الطول في العرض في 2. خدت بالكم اللحن؟ مجموع مساحتي القاعدتين الطول في العرض في 2، والعوض ونطبق. هنا 10 وهنا 8 وهنا 2، اجمع تطلع الإجابة 160 سنتيمتر مربع. الجانبية تخص 4 أوجه، القاعدتين تخص وجهين، فاضل مين؟ المساحة الكلية. طب قانونها أختها الصغيرة، المساحة الجانبية زائد مجموع مساحتي القاعدتين. ودايما نقول للولد خد العنوان ده والعنوان ده واجمعهم. إجابة الأولى 180 وإجابة الثانية 160، اجمع الاثنين يطلع الإجابة 340 سنتيمتر مربع. خلصت المسألة الجميلة اللي دايما تيجي في الامتحان، والله الفكرة دي. السؤال اللي بعده جايب لي مجسم مفرود وبيقول لي لو انا طويته عند طيه يصبح ايه؟ اقول له المجسم واضح جدا، المجسم ده يصبح مكعب. عرفت منين؟ لان كل وجه من اوجهه على شكل مربع، 6 مربعات، يبقى لو اتقسموا واتجمعوا جنب بعض يبقى مكعب. طب عايز المساحه الجانبيه ليه؟ اقول له نكتب القانون. القانون بتاعه ايه؟ الحرف موجود، طول الحرف في نفسه في 4،
طب الحرف بكام موجود في المسألة؟ 6 في 6 في 4، 36 في 4 ب 144 سنتيمتر مربع. طب عايز المساحة الكلية، طبعا هنا نطلع الإجابة فين؟ في المكان بتاعه. المساحة الكلية نكتب قانونها بمعلومية طول الحرف، طول الحرف في نفسه في 6. طب الحرف ب 6، 6 في 6 في 6 حفظناها ب 216 سنتيمتر مربع. مين اللي منتظرها؟ مكان المساحة. ادي الطريقة وادي الإجابة وادي التمييز وادي الشكل المفروض وبعد طي يبقى مكعب. السؤال اللي بعده، سؤال مين؟ الصندوق المشهور صندوق سيارة نقل، وعمه عطيني طوله وعرضه وارتفاعه والتلاتة بالأمتار ما تقلقش، وبقول لي لو دهان للصاد بتاعه المتر ب 12 جنيه فما التكلفة؟ المسألة دي يا شطار تاخد أربع خطوات، ثلاث خطوات للوصول للمساحة الكلية وخطوة للتكاليف. أول خطوة هنجيبها مين؟ المساحة الجانبية. طب قانونها قانون مجمد وقانون فكة. مين القانون المجمد؟ محيط القاعدة في الارتفاع، ومستر حامد دايما يقول ولما نفكه حفظنا الطول زائد العرض الكلي في 2 في الارتفاع. كتبنا القانونين معوض تعويض مباشر، الطول ب5 والعرض 2.5، نقفل ونضرب في 2 وبعدين نضرب في 1.6، هتطلع لي الإجابة 24. المسألة بالمتر يبقى المساحة متر مربع. الخطوة الثانية إيدينا أخدة ولساننا أخد على مجموع مساحتي القاعدتين، بس واضح جدا إن الصندوق بدون غطا عشان يعبوا في الرمل والزلط والحديد والإسمنت، يبقى هنا مش قاعدتين يا مستر حامد، هنغير العنوان شوية نقول إيه؟ مساحة قاعدة واحدة وقانونها الطول في العرض. طب لو كانوا قاعدتين الطول في العرض في 2، قاعدة واحدة الطول في العرض هنا 5 وهنا 2.5، هنضربهم يطلع 12.5 متر مربع. جبنا الجانبية 4 حيطان، وجبنا قاعدة اللي هي الأرضية، نجيب مين؟ المساحة الكلية أختها الصغيرة المساحة الجانبية زائد مساحة قاعدة واحدة حسب ما انا ايه كاتب. يلا إجابة الأولى كام؟ 24، والتانية إجابتها 12.5، نجمع يطلع الإجابة كام؟ 36.5، والتمييز متر مربع. فضل الخطوة الرابعة اللي هي التكاليف أو تكلفة الدهان، ناخد الناتج اللي طلع ونضربه في ثمن المتر الواحد اللي هو كام؟ 12 جنيه، هتطلع لي الإجابة 438 والتمييز جنيه، ومسألة من المسائل المهمة جدا. السؤال اللي بعده سؤال جميل، مكعب طول حرفه 8 سنتي، شكرا يا عمو، بس عايز مين النسبة بين الجانبية والكلية؟ شوفوا مستر حامد هيحل المسألة ازاي دي. هنقول كده العنوان المساحة الجانبية، ودي علامة إلى المساحة الكلية. يا مستر ده انت ما جبتش اجابات لسه، اقول له خليك بس ماشي معايا، طول الحرف في نفسه في 4، طب وهنا طول الحرف في نفسه في 6. يلا نحل، ادي علامة الى الحرف الثمانية، 8 في 8 في 6، طب هنا 8 في 8 هنا اسف 8 في 8 هعالجها في 4، 8 في 8 في 6، سامحونا حلقة مراجعة ليلة الامتحان. يلا نعمل ايه؟ يجي ولد يقول هنطلع الاجابات بالاله دي ودي، اقول له ممكن، برافو عليك، ولكن في حل اسهل. بص المستر هيعمل ايه؟ امشوا يا 8 مع 8، يبقى هنا 4 وهنا 6، والاثنين اعداد زوجيه، على الاثنين فيها الاثنين، على الاثنين فيها الثلاثه، وعلى فكره دي نسبه ثابته لا تتغير بين الجانبيه والكليه للمكعب. ازاي؟ لو كان الحرف 9 كنت هقول امشي يا 9 مع 9، وفي كل مره يا شباب هيتبقى لك 4 إلى 6 اللي هي بعد الاختصار 2 إلى 3. يبقى لو قال لك الجانبيه للكليه هقول له 2 لـ3، الكليه للجانبيه 3 لـ2. ويلا نشوف اللي بعدها الجميله، مكعب مساحته الكليه كذا، احسب الجانبيه، اقول له الكليه بتخص 6 حيطان، يبقى كلهم متساويين، يبقى نجيب
ناخد مين؟ مساحة وجه واحد. نعمل ايه؟ ناخد الاجابة دي ونقسمها على كام؟ على الستة. اقسم معايا على الستة هتطلع الاجابة كام؟ 121. طب والتمييز؟ سنتيمتر مربع. طب يا مستر ده الراجل عايز المساحة الجانبية، اقول له نطبق قانون هو مساحة وجه واحد في اربعة. اشمعنى؟ عشان المعلومة اللي عندنا اللي فاتت مساحة الوجه، ناخد ال 121 ونضربها في اربعة، اضرب معايا تطلع الاجابة 484 سنتيمتر مربع. ده عشان اعطينا الكلية. طب لو كان اعطينا الجانبية نقسم على الاربعة وبعدين نضرب في ستة. اعطينا الكلية نقسم على الستة، اضرب في اربعة تجيب الجانبية. السؤال اللي بعده دايرة وضلع جواها مستطيل. طب فين البيانات بتاعته؟ الطول بتاعه عمه بيقول لك 8 سنتي، والعرض بتاعه عمه بيقول لك 4 سنتي، ونصف القطر بتاع الدايرة عمه بيقول لك 5 سنتي. شكرا يا عمو على المعلومات القيمة. لما اتكلم على الدايرة ادانا نصف القطر، لما اتكلم على المستطيل اداني طول وعرض. ده راجل محترم جدا وطيب جدا، ما حرمناش من حاجة. مش بس كده، ده ادانا كمان قيمة الباي. طب عمو عايز مين؟ المساحة المظللة بين الشكلين. اقول له عشان نجيب اللي بين البنين تبقى عملية فرق، يبقى عملية طرح، نجيب مساحة الدايرة ونجيب مساحة مين؟ المستطيل. وبعد ما نجيبهم نعمل ايه؟ نطرحهم من بعض. اول خطوة هنجيبها مين؟ مساحة الدائرة. ايش معنى الدائرة؟ هي الكبيرة. مين اللي قال لك يا مستر وانت لسه جبت اجابات؟ اقول له يا ولد الدائرة بلع المستطيل في بطنها، يبقى هي الكبيرة. طب مساحة الدائرة قانونها طه نق تربع انفك، انفك طه في نق في نق. الطه بكام؟ بتلاته واربعتاشر من ميه، والنق عمه قايل بخمسه، خمسه في خمسه عشان نجيب الاجابه النهائيه ونطلع الاجابه، هيطلع لي الاجابه كام؟ تمانيه وسبعين ونص. وعشان مساحه سنتيمتر مربع، مفيش حد احسن من حد. جبنا الدايره، مين اللي زعلان؟ نقول له ما تزعلش، المستطيل مساحه المستطيل بتساوي الطول في العرض، الطول بتمانيه والعرض اربعه. 8 في 4 ب 32 سنتيمتر مربع. بقى معايا مساحتين، الدايره والمستطيل. طب عايز مين؟ المساحه المظلله اللي بين البنين. نطرح الكبير ها ناقص الصغير، 78 ونص ناقص 32، هتطلع لي الاجابه كام؟ هتطلع لي 46 ونص. وبطرح مساحات، يبقى دي مساحه سنتيمتر مربع. مساله من المسائل المهمة والجميلة في كتاب المدرسة. مكعب مجموع أطوال أحرفه، مش لازمني ده، أنا عايز حرف واحد. يقول لي طب اتصرف. فاكرين كنت أقول لكم المكعب عنده 12 حرف، طب أنا عايز حرف واحد، يبقى نقسم على كام؟ نقسم المجموع ده على ال 12، تطلع الإجابة 6 سنتي. أهلا وسهلا ومرحبا بطول الحرف. كده نقدر نجيب مين؟ مرة المساحة الجانبية ومرة المساحة الكلية. طب قانون المساحة الجانبية، طول الحرف في نفسه في أربعة. طب الحرف لسه طالع طازة بستة، ستة في ستة في أربعة بمية أربعة وأربعين سنتيمتر مربع. نجيب مين دلوقتي؟ المساحة الكلية. طب قانونها طول الحرف في نفسه في ستة. طب ليه القانون ده؟ عشان طول الحرف موجود، ستة في ستة في ستة، تبقى الإجابة 216 سنتيمتر مربع. يبقى أول ما يقول مكعب مجموع أطول أحرفه نقسم على ال 12 على طول، علشان المكعب عنده 12 حرف. السؤال اللي بعده في الاحتمال، إذا كانت فاي هي المجموعة الخالية فإن احتمال الفاي، أقول له بدان فاضية يبقى الاحتمال بتاعها بصفر. إذا كانت فيه هي فضاء العينة يبقى لم فيه، أقول له بتشمل كل الإجابات، يبقى حدث مؤكد بتمثل واحد. احتمال ظهور عدد زوجي في حجر النرد، أقول له الأعداد الزوجية 3 انفار، 2 4 6، 3 على 6 يساوي نص، والنص 5 من 10، والخمسة من 10 موجودة في الاختيارات.
وبين بختار احتمال عدد يقبل القسمة على التلاتة في حجر النرد. مين اللي بيقبل القسمة على التلاتة؟ التلاتة والستة فقط. كم نفر؟ نفرين. يبقى الإجابة 2 من 6 مش موجودة في الاختيارات. 2 على 6 يساوي 3. على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها التلاتة. احتمال ظهور صورة في العملة المعدنية، نص صورة ونص كتابة. الصورة لو بتتكلم هتقول انا وشي من وشين، انا 1 من 2، نص صورة ونص كتابة. السؤال اللي بعده، في تجربة اختيار تلميذ بطريقة عشوائية من الفصل الـ40 تلميذ، اللي نجحوا في الرياضة 32 واللي نجحوا في العربي 35، وعم عايز حدث ألف احتمال نجح في اللغة العربية، نحلها ازاي؟ بدل احتمال نشد شرطة كسر. مين اللي نجحوا في العربي 35 والفصل كله 40؟ يختصرهم على 5 فيها 7، على 5 فيها 8، وتقدر تعملها بالقالب علامة بسط ومقام. ده مين ده؟ ده لام ألف، يعني احتمال الحدث ألف. طب لام ب، طب بيتكلم عن ايه ب؟ اللي نجح في الرياضة اقول له 32 والفصل 40. طب اعملها بالآلة او اختصر، عد 8 فيها الـ4، عد 8 فيها الـ5، 4 تخماس. نيجي لمين؟ احتمال الجيم. طب بتتكلم عن مين؟ الراسب في الرياضة. طب نجيبها منين؟ من الناجح اللي نجحوا 32، يبقى اللي سقطهم في الرياضة 8، تكملة ال 32 لل 40 على 40، عد 8 فيها الواحد، عد 8 فيها الـ5، وده من الأسئلة السهلة جدا. السؤال اللي بعده، في تجربة عدد مكون من رقمين 3 و5، نعمل إيه؟ عايز أحداث كتيرة. تعالوا نجيب الأول، هي فضاء العينة إيه؟ أقول له بدل التلاتة والخمسة معا، يا إما 2 متشابهين يا إما 2 مختلفين. لو متشابهين 33، 55. طب لو مختلفين 53 وبدل 35. كم عدد؟ 4 أعداد. طب عايز الحدث ألف، حيث ألف رقم الأحد بيساوي رقم العشرات. تعالوا الأول نجيب مين؟ نجيب المجموعة، نجيب المجموعة. مين اللي رقم الأحد بيساوي رقم العشرات؟ نجيب الأول الألف. مين اللي رقم الأحد قد العشرات؟ آدي 1 وآدي 2، يبقى كم عنصر؟ 2. 33 و55. طب ده الألف، طب يا ترى النون بتاع الألف هنا كم عنصر؟ عنصرين. فضلني أجيب الاحتمال بتاع الألف هنا، ده 4 عناصر، يعني النون بتاع الف هنا أنا مأجله كم عنصر؟ 4 عناصر. طب عشان نجيب لام ألف نشوف دول كم عنصر؟ 2. من كم في الأصل؟ 4. 2 على 4.5 اللي هي 5/10، أدي الاحتمال. طب نيجي للحدث ب، أدي ب بيتكلم عن مين؟ رقم العشرات فردي، ب فردي، والعشرات هنا فردي فردي فردي. الله، ده نفس الـ4 إجابات، 33 55 53 35. الله، ده النون بتاعهم يطلع كام؟ 4. يبقى الاحتمال بتاع الباء يطلع لمين؟ 4/4 يساوي 1 صحيح وحدث مؤكد، لان الباء هنا قد الف. نيجي للحدث ج، رقم الاحد زوجي، دور كده، فردي 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 فردي. الله، ده الجيم هنا ما طلعلهاش ولا عنصر، يبقى الاجابه بتاعتها ايه؟ فاي. طب النون عدد العناصر بتاعت الجيم، اقول له ولا عنصر. طب اللام اللي هو الاحتمال يطلع ايه؟ 0/4 يساوي 0، اللي احنا بنقول عليه حدث مستحيل. ادي المجموعه، وادي عدد عناصرها، وادي الاحتمال اللام بتاعها. السؤال اللي بعده، صندوق فيه 25 كرة، 13 حمراء و12 صفراء، يجي ولد يقول نجمع، اقول له يا ولد ما انت لو جمعت دي ودي هيطلع لك المجموعه اهو. ساعات الراجل بيجمع وساعات ما بيجمعش. هنا جمع، بيسال على الحدث الف، على الاحتمال بتاعه، يعني بيسال على مين؟ اللام الف. طب بيتكلم على الالف ده كانه كره ايه؟ حمراء. نشد شرط الكسر، الاحمر كام؟ 13، والاجمالي 25، اعملها كده هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 52 من 100. 52 من 100.
كده بصيغه كسر عشري وهنا بصيغه كسر عادي، ولو عايزها بعلامه في الميه 52%. طب ب بيسال على اللام بتاعها، لام ب كره صفراء نشد شرطه كسر، الاصفر 12 والادماني 25، اعملها على الاله ودوس اس دي هيطلع لك 48%. طب بالنسبه المئويه 48%، لو جمعت دي ودي يطلع 100%، اللي هو الفضاء الكامل، اللي هو الواحد الصحيح، اللي هو بيمثل عدد الكرات الكلي 25 كرة. السؤال اللي بعده جايب لي جدول لمين لثلاث مزارع اولى وثانيه وثالثه وتحت نسبه الانتاج، الاولى 25% ودي الثانيه ودي الثالثه، وبيقول لي مثل بالقطاعات الدائريه. اقول له قبل ما امثل مستر حامد قال التمثيل بتاع مين؟ بتاع القطاعات الدائريه، بياخد جزئين، جزء حسابي وجزء هندسي. تعالوا مع بعض نجيب الجزء الحسابي، هنحول النسبة المئوية لزاوية مركزية، هنقول مين؟ قياس الزاوية المركزية للأولى. طب نجيبها ازاي؟ هنكتب الأولى 25% تبقى كام؟ تبقى 25 على 100 ونضرب في 360 تطلع 90 درجة. اللي بعده قياس الزاوية المركزية للثانية 35 على 100 في 360 تطلع 126 درجة. قياس الزاوية المركزية للثالثة هي 40% تبقى 40 على 100 في 360 تطلع 144. طب قبل ما ترسم اجمع الثلاث زوايا اللي طلعهم، لازم يطلع الإجابة كام يا حمادة؟ 360 درجة. يبقى انت كده مطمئن ان دي مجموع قياسات الزوايا حول مركز الدايرة. طب نرسم ازاي؟ نروح لورقة الرسم البياني ونرسم دايرة بقطر مناسب ونصف قطر مناسب وليكن 5 سنتي. طب بعد كده نرسم نصف القطر الا على ايدنا اليمين، رسمنا مين؟ نصف القطر. بعد كده يا ولاد نجيب المنقلة ونثبتها على نصف القطر بشرط تنطبق المركز بتاع المنقلة على مركز الدايرة والخط الصفري مع النقطة بتاعت نصف القطر، النقطة عن نقطة والخط على الخط، ونعد كام؟ ونعد الزاوية الأولى، الزاوية الأولى كانت كام؟ 90 درجة، ونحط النقطة بتاعتنا، ونشتغل المنقلة، ونعمل إيه؟ ونعمل توصيل، يبقى ده القطاع الأولاني. طب عايز أرسم القطاع الثاني، نجيب المنقلة، بس كنا واقفين إزاي؟ كنا واقفين على ده، المرة دي هنقف على ده، ونقف إزاي؟ نقف بالمنظر ده، لازم وش المنقلة يبص للجنب الفاضي. لكن ده خلاص المكان ده اتحجز للاولاني. ونعد من الزيرو اللي على ايدك اليمين ده، زيرو 10 20 30 40 50 لحد ما توصل لمين؟ لل 126 وتحط النقطة. وبعد كده نشتري المنقلة من ايه؟ ونوصل بالمسطرة. ادي الاول ادي التاني وهم ثلاثة، التالت يطلع لوحده، خلصوا الثلاث اجزاء. لكن الدايرة كده من غير بيانات، نعمل دايرة للاسماء ونعمل دايرة للارقام. ادي الاول ادي التاني ادي التالت، والدايرة دي هنكتب فيها المقاسات، الاولاني 90 درجة، التاني 126 درجة، التالت 144 درجة. ويبقى هنا الرسمة دي عبارة عن تمثيل لمين؟ للبيانات. بطريقة ايه؟ بطريقة القطاعات الدائرية. يا رب يكون التمثيل سهل والمؤثرات وضحت لك طريقة الحل. دايرة للأرقام ودايرة للأسامي، واستعملنا الملقنة والمسطرة والقلم الرصاص. بكده يا ولاد الحمد لله خلصت حلقتنا، حلقة مراجعة ليلة الامتحان لهذا العام. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، ودايما بأكد عليك هات الأسئلة وحل بإيدك، وما تنسناش في الدعاء بإذن الله لما تلاقي أسئلة كتير من حلقتنا جات لك في الامتحان، بس المهم إن أنت ما تغلطش فيها. بأكد عليك للمرة التانية، آدي رابط مين؟ حلقة المفاهيم والتعريف والقوانين بالكامل في المنهج، وآدي رابط مين؟ النماذج اختبارات كتاب المدرسة، وكمان رابط أبناؤنا في الخارج.
تابع كل حلقاتنا وبإذن الله ناجح ونلتقي على خير بإذن الله في أعوام جديدة، وكل عام وانتوا طيبين.